النهاردة هنكمل معاكم تلخيص مسلسل أميرة بلا تاج، وفي البداية بنفكركم إننا وقفنا في الجزء اللي فات مع شيرين وهي بتلوم بنتها مثال على اللي عملته، وبتقول لها إن ما كانش لازم تعض الإيد اللي اتمدت لها وتسرق من بيت إليف وتحرج بنتها يامور اللي كانت مخلصة وعندها نية تساعدهم. اللحظة دي بيدخل عليهم فؤاد وبتظهر الحقيقة مع دخوله، وبتقول مثال لمامتها إن هو اللي أجبرها تسرق العقد وبتفضل تعيط. بعدها بتروح مثال لبيت خالها شاهين وبتقول له إن باباها فؤاد خلاها تسرق، ومامتها شيرين زعلانه منها وبتزعق لها، فبيتعصب وبيقول لها انه لازم يقتله ويخلصهم منه لانه اناني وبيدمر لهم حياتهم عن قصد. لكن مثال بتطلب منه انه يخليه مكانه لان امها شيرين كده كده هتلومه وهتعاتبه. وفعلا في الوقت ده بتفضل شيرين تأنب فؤاد وبتقول له انه لا ينفع اب البنت صغيره زي مثال ولا ينفع زوج لواحده زيها، وبتقول له كمان ان اي حاجه وحشه حصلت لهم في حياتهم كان هو السبب فيها، وعشان كده بتقلع خاتم الجواز. ورغم انه بيحاول يمنعها تقلع الخاتم الا انها بتصمم وبتقلعه، بتقول له انه لازم يطلقها عشان تعرف تعيش هي وبنتها. ولما بترجع مثال لمامتها شيرين بتطلب منها انها تسامحها وبتوعدها انها تكون بنت كويسه ومش هتسرق تاني مهما حصل، لكن شيرين بترفض انها تسامحها وما بتردش عليها وبتسيبها وبتمشي. وبتكمل مثال عياطه وبتصعب على خالها شاهين وبيقعد جنبها وبيطبطب عليها عشان يواسيها، لكن بتفضل زعلانه لان مامتها مش راضيه تسامحها. وبعدها بتتكلم اليف مع الاستاذ ايفجين وبتحكي له كل اللي حصل في الحفله، وبتقول انها ظبطت مثال وهي بتسرق من دولابها ومسكتها وهي متلبسه كمان، لكن إيفجين بيكون واثق ثقه عمياء في مثال، عشان كده بيقول لإليف انه اكيد في سر محدش يعرفه، وبيستنتج انه فؤاد ابوها هو اللي اجبرها تعمل كده لانه شخص طماع واناني وكمان مدمن كحول وبيطلب منها فلوس طول الوقت. وبعدها بيخلص إيفجين دفاعه عن مثال بيسيب إليف وبيمشي، وطبعا ده بيزعلها لانها طول الوقت بتحاول تقرب منه، اما هو فبيعاملها بشكل جاف على طول لدرجه انه مهتم بطفله زي مثال اكتر منها. ولما بترجع إليف لبيتها بتروح لاوضه يامور وبتخبط عليها، لكن يامور ما بترضاش تفتح لها لانها بتبقى قاعده مع صاحبتها نيشا وخايفه من واجهه امها. وجوه الاوضه بتكون يامور محبطه وبتقول لنيشا انها غبيه وحاسه انها بتضحك عليها بسهوله، لدرجه ان مثال اللي لسه طفله صغيره قدرت تخدعها وتضحك عليها لحد ما دخلت بيتها وسرقتها. في اللحظه دي بيتصل بيها الاستاذ إيفجين وبيقول لها انه مش مصدق ان مثال ممكن تسرق بارادتها، لكن يامور بتزعل منه وبتصعب عليه وبتقول له انه لما اتصل بيها كانت فاكراه جاي لها بيتها هي عشان يطمن عليها، وبتقفل في وش السكه وهي متعصبه لانه سابها ورايح لمثال. وبيكمل إيفجين في طريقه البيت مثال، بس مثال نفسها بتظهر له في الطريق قبل ما يوصل للبيت وبيطلب منها تحكي له اللي حصل بالتفصيل، فبتقول ان باباها فؤاد هددها وطلب منها تسرق له اي حاجه قيمتها 20,000 ليره، واضطرت انها تسرق عقد من بيت إليف بس ظبطتها متلبسه وطلعت العقد من جيبها. وتاني يوم بيقرر إيفجين انه يروح لفؤاد، واول ما بيقابله بيتخانق معاه وبيقول انه لو فكر يقرب من مثال تاني او حتى من شيرين مراته هو بنفسه اللي هيبلغ عنه الشرطه وهيسلمه للعداله. وفي نفس الوقت ده بتكون مثال مع جنيد اقترح عليه انه تاخده وتوريه الكلبه بتاعتها، وبيوافق جنيدو بيروح للقصر اللي فيه الكلبه وبيقف قدام البوابه وبتقول له مثال ان الكلبه بتحبها قوي لدرجه انها مش قادره تعيش من غيرها، وبتنادي مثال على اصحاب البيت وبتطلع تتكلم معاها واحده ست، فبتقول لها مثال انها صاحبه الكلبه الاصليه وان هلال بنت خالها بعتلهم الكلبه من وراها، فبتقول لها الست انها ممكن تكون كدابه وجايه تنصب عليهم عشان تاخد الكلبه. فجاه بتظهر الكلبه وبتجري على مثال وبتحضنها، ولما اصحاب البيت بيشوفوا اللي بيحصل بيصدقوها وبيقولها ان الكلبه كانت مفتقدها جدا، انها مكتئبه ومش بترضى تاكل كمان وعشان كده هيسمحوا لها تاخدها معاها. وبعدها بتاخد الكلبه وبتمشي مع جنيد وبتعد الفلوس اللي معاها، فبتقول ان معاها فلوس تكفيهم يقضوا اليوم بره، لكن جنيد ما بيردش عليها. وهنا بنتفاجئ ان جنيد مش موجود جنبها اصلا، فبتخاف يكون تاه منها وبتنادي عليه وبتدور عليه هي والكلبه كفته. ولما بتلاقيه مثال بيقول لها انه عاوز يدخل متحف الاحياء المائيه عشان يتفرج على حوض السمك. جوه المتحف بتختفي مثال فجاه وبتسيب جنيد لوحده، وبيستغل الموقف راجل مريب وبيقرب من جنيد وبيساله هو جاي مع مين، فبيقول له جنيد انه جاي مع صديقته مثال بس اختفت فجاه، فبيعرض عليه الراجل انه يدور معاه على مثال، وبيوافق جنيد وبيسيب الراجل يزق الكرسي المتحرك بتاعه. ولما بتظهر مثال مره تانية بتتفاجئ ان جنيد اختفى، وبتسال زوار المتحف عنه وبتقول لهم انه طفل قاعد على كرسي متحرك واكيد مش هيخرج لوحده لانه مش عارف الطريق، وبتطلب منهم ان هم يساعدوها انها تلاقيه. وفعلا بيبدا الزوار في رحله البحث عن جنيد، وبينجحوا في الاخر ان هم يلاقوه جوه عربيه الراجل المريب واللي بيكون خطفه وخطف معاه طفله صغيره كمان، وعلى طول بيبلغوا الشرطه وبتيجي تقبض عليه. بعدها بنشوف إيفجين مع إليف اللي بتبقى عازماه على حفله في فندق ضخم عشان تقرب منه، بس بيقف قدام الفندق وبيقول لها انه ده نفس الفندق اللي يامور شغاله فيه وعشان كده مش هيدخله لانه زعلان منها، فبتقول له إليف ان يامور مش موجوده جوه وبيوافق انه يدخل اخيرا. وجوه الفندق بتقدم له إليف مشروبات روحيه لحد ما بيسكر، وبتدي له ظرف فيه فلوس وبتقول ان الفلوس دي عشان مثال وامها شيرين، لكن رد فعله بيبقى غريب لانه بيفضل يزعق لها ويزعق لكل
الموجودين في الحفلة وبيقول لهم انهم مش مهتمين بحاجة في الحياة غير بالمظاهر وباللبس وبس، وبيقول لهم كمان ان تمن خاتم واحد بس من اللي بيلبسوه ممكن يكفي مصاريف التعليم لعشر طلاب، رغم انه بيبقى منفعل جدا وهو بيتكلم، الا انه بيتفاجئ بإليف وهي بتضحك على كلامه وبيزعل منها وبيقول لها انه مش هيجي معاها الاماكن دي تاني لانه عاوز يحافظ على شخصيته زي ما هي. وبعد ما بيسيب إليف وبيروح لبيته بيبقى لسه سكران وبيطلع عليه مجموعة من اللصوص في الطريق وبيضربوه، ولما بيوصل لبيته بيتفاجئ بوجود يامور نايمة قدام الباب وبيدخلها جوه البيت وبينيمها. بعدها بنشوف إليف جايبة فؤاد عشان تعرف منه مشكلة إيفجين مع أبوه وبتديله فلوس وبتطلب منه يحكي لها كل اللي يعرفه، فبيقول لها فؤاد إن أبو إيفجين كان قاتل وبيعرفها كمان إنه دخل السجن ومات من فترة قريبة. وتاني يوم بتوري مسلمة مامتها شيرين فيديو لباباها فؤاد وبتقول لها إن الفيديو ده اتصور ليه وهو بيلعب قمار، وبتفهمها إنه طول الوقت بيخدعها وبياخد فلوسهم وبيضيعها في القمار، وعشان كده بتطلب منها إنها تتطلق منه وتخرجه من حياتهم خالص. وعلى غير المتوقع بتوافق شيرين على طلب مسل، وأول شاهين ما بيعرف بيرقص من الفرحة، لكن هلال بيكون ليها رأي تاني فبتاخد تليفون أبوها شاهين وبتتصل بفؤاد وبتقول إن بنته مسل أقنعت أمها إنها تتطلق منه. وتاني يوم بتتصل مسل بالأستاذ إيفجين وبتقول إن أمها شيرين قررت تتطلق من باباها فؤاد خلاص، فبيفرح وبيقول لها إن دي خطوة كان لازم ياخدوها من زمان، وبيقول لها كمان إن حياتهم أكيد هتبقى أحسن بعد ما فؤاد يبعد عنهم. وبعد ما بيقفل مع مسل بيفضل يبص ليامور وهي نايمة وبيكون باين عليه إنه بيحبها رغم كل الخلافات اللي حصلت بينهم، وبيكتب لها رسالة وبيحطها جنبها قبل ما يروح المدرسة ويسيبها. وبعدها بتتفاجئ شيرين ومسل وهم برا البيت بفؤاد قدامهم، وبيكون جاي ومعاه وردة على غير العادة عشان يستعطف شيرين وبيترجاها إنها تتراجع عن قرار الطلاق، وبيقول لها إنه ما يقدرش يعيش من غيرها بس مش بيتأثر بكلامه وبتطرده من المطعم اللي هم فيه. لكن فؤاد بيتعصب عليها وبيقطع وثيقة الطلاق اللي بتطلب منه شيرين إنه يمضي عليها، وبيقول لها إنه مش هيطلقها مهما حصل. في نفس الوقت ده بتشوف ليشا في كاميرات المراقبة إيفجين لما كان في الحفلة وهو سكران، وبتشوف إليف معاه وبتفهم إنها بتحاول تخطفه من يامور. أما يامور فبتروح لمامتها إليف وبتقول لها إنها مبسوطة وسعيدة وبتعترف لها إنها حبت شخص لطيف عايزة تعرفها عليه، لكن يامور بتتفاجئ برد فعل مامتها إليف اللي بتقول لها إنها عارفة كل حاجة، وبتقول لها كمان إن الشخص اللي هي بتحبه ده هو المدرس إيفجين، وبتفهمها انها مش موافقه عليه وده علشان هو شخص مش مناسب ليهم، وكمان عشان ابوه ارتكب جريمه قتل واتسجن. ولما بنروح لمسال وهي في المدرسه بنلاقي باباها فؤاد جاي لها وبيقول لها انه جاي علشان يبرأ نفسه قدامها وقدام امها، وبيديها ورقه من المستشفى بتقول انه ما شربش كحول من 6 شهور كاملين، وبيقول لها انه لو ادى الورقه دي للقاضي هيرفض طلب الطلاق اللي مامتها هتقدمه، وبتقول له مسال انه كذاب واكيد زور الورقه دي زي ما بيزور كل حاجه في حياته. لكن فؤاد بيكمل في استفزازه وبيقول لمسال ان القاضي حتى لو حكم بالطلاق فاكيد هيدي حق الوصاية عليها، وده لان مامتها شيرين ما عندهاش بيت خاص بيها وعايشه في بيت اخوها شاهين، وما تقدرش مسال تسمع اكتر من كده فبتسيبه وبتجري منه. وفي الوقت ده بتكون إليف مع بنتها يامور وبتكمل لها قصه والد إيفجين وبتقول لها انه قتل مديره في الشغل، وده رغم انه كان مدير طيب وبيعطف عليه وبيساعده. فبتقول لها يامور ان إيفجين شخص مختلف تماما ومش زي ابوه ومستحيل يأذي حد، وبتقول لها كمان انه ملوش ذنب في اللي ابوه عمله. لكن إليف مش بتسكت وبتنصحها انها تروح له بنفسها وتساله عن الحياه كامله، وقتها هتعرف ان كان طيب ولا شرير. ولما بنرجع لمسال بنلاقيها لسه بتجري وبنشوف فؤاد وهو بيطاردها وبيتعمد انه يخوفها عشان تضغط على مامتها شيرين وتقنعها بالتراجع عن الطلاق. فجاه بيظهر الاستاذ إيفجين وبيشوف اللي بيحصل بعينيه وبيطلب من مسال انها تروح على فصلها، وبيقول لفؤاد انه شخص اناني ومش بيحب لا شيرين مراته ولا بنته مسال، وانه بيستغلهم بس عشان يطلع من وراهم بقرشين. وبيرد عليه فؤاد وبيقول انه مش الوحيد اللي بيعمل كده، وبيفكر انه هو كمان بيستغل يامور وبيتحدى انه يروح لها ويعترف لها بحقيقة باباه، وبيقول له انه كان نصاب وقاتل. في اللحظه دي بتظهر يامور وبيقول فؤاد لإيفجين انه لو ما قالهاش الحقيقه هو هيقول لها بالنيابه عنه. بعدها بتروح نيشا لإليف وبتقول لها انها شافتها مع إيفجين، وبتقول لها كمان انه من الواضح كده انها بتحاول تخطف إيفجين من بنتها يامور، وبتعرفها كمان انه مش هيتشاركها في اللعبه اللي بتلعبها دي، وهتقابل يامور وهتقول لها على كل حاجه لانها بتحبها ومخلصه ليها. لكن إليف مش بتسكت، ولما يامور بتسيبها وبتمشي بتمسك ايدها وبتهددها بامها، وبتقول لها ان فيديوهات كتير ليها ممكن تفضحها بيها وتنشرها على الانترنت. وعلى غير المتوقع بتقول لها نيشا انها ما بتتهددش وكلامها ده مش هيأثر فيها، وهتروح تقول ليامور على كل حاجه برضه. ولما بتمشي نيشا بتقرر إليف انها تلعب على المكشوف وبتتصل بسليم المحامي بتاعها وبتطلب منه انه يقفل حسابات يامور ويلغي كل بطاقاتها البنكيه، وده علشان تشل حركتها وتأيدها على قد ما تقدر. اما يامور فبتبقى قاعده مع إيفجين في الوقت ده، واللي بيقرر ان يحكي لها قصته كامله، وبيقول لها انه عانى كتير في طفولته ومراهقته لدرجه انه اتربى في الشارع لما كان عمره 15 سنه بس، واتعرض لمحاوله قتل بس نجا منها.
وفي سن 17 اتعرض للضرب والإهانة لأنه قرر يسرق عشان ياكل، ولما اتمسك وهو بيسرق كان مصيره بعد كده دار رعاية اجتماعية وتأهيل. لكن حتى لما راح الدار دي ما كانش آمن لأن زمايله استضعفوه واعتدوا عليه برضه، ولأن الاعتداء ده كان اعتداء وحشي اتسبب في إنه يدخل في غيبوبة لمدة 3 أسابيع. وبيكمل إفجين كلامه وبيقول إنه بعد ما فاق من الغيبوبة الدكاترة قالوا له إنه رجع للحياة بمعجزة لأنه كان على أعتاب الموت بسبب الإصابات اللي كانت عنده. وبيقول لها كمان إحساس الذنب عايش معاه ومش بيفرقه لأن أبوه زمان طلب منه إنه يتصل بالمدير بتاعه ويستدرجه وسمع كلامه واتصل بيه واستدرجه، بس بعد كده شاف أبوه هو بيقتل قدامه. وبيكمل إفجين اعترافاته ليامور وبيقول لها إن باباه كان حرامي والمدير بتاعه شافه هو بيسرق وعشان كده قتله. وفي الآخر بتحاول ياامور إنها تواسيه وتفهمه إنه كان طفل وملوش ذنب في كل اللي حصل، بس هي اللي بتعيط وبتسند راسها على كتفه وبتعترف له بحبها كمان، وده طبعا بيضايق فؤاد اللي بيكون واقف ومراقبهم من بعيد بيحس إنه فشل في اللي طلبته منه إليف. أما مسال اللي بتكون هي كمان مراقباهم من مكان تاني بتكون مبسوطة وفرحانة لأنها عايزاهم هما الاتنين يكونوا مع بعض، ومن فرحتها بتروح لهم تهنيهم، بس بتفتكر إنها متورطة في سرقة بيت إليف أم ياامور وبتضطر إنها تعتذر لها وتقول لها إن اللي حصل كان غصب عنها. فبتطمنها ياامور وبتحتويها وبتقول لها إن إفجين فاهمها كل حاجة وعشان كده هي مسامحاها وتفضل جنبها هي وأمها شيرين، وبتعرفها إنها هتشوف محامي لأمها شيرين عشان يساعدها في إجراءات الطلاق من أبوها فؤاد. وفي نفس الوقت ده بتكون زهراء مرات شاهين بتتخانق معاه وبتقوله إنها مبقتش طايقة شيرين أخته ومسال بنتها في البيت. وفي اللحظة دي بتتجرأ هلال وبتطلب من زهراء إنها ترجع لها أوضتها تاني وترجع بجويد مكانه، وبتتعصب أمها زهراء وبتاخدها على الأوضة اللي ورا المطعم وهناك بتخيرها ما بين إنها تفضل في الأوضة أو تنام مع مسال. فجأة بتوصل رسالة لزهراء من فؤاد وبتسيب هلال وبتروح تقابل فؤاد اللي بيطلع لها بعلبة جواها مواد مخدرة وبيطلب منها إنها تحطها لشيرين في الأكل والشرب عشان لما تعمل التحليل بتاعتها الشرطة تكتشف إنها بتشرب مخدرات وبالشكل ده هيقدر يضمن حضانة مسال لو شيرين اتطلقت منه. فبتسأله زهراء عن مقابل الخدمة اللي هي هتعملها له دي، فبيقول لها إنه هيديها فلوس العملية الجراحية اللي هي عايزة تعملها لابنها جنيدة علشان تقدر تشوفه بيمشي تاني. ورغم كده بتكون لسه خايفة وبتقول إن شيرين مريضة قلب ممكن المواد المخدرة دي تسبب لها أزمة قلبية وتموتها، بس بيطمنها وبيقول لها إنها لو خدت جرعات قليلة مش هيجرى لها حاجة. وقتها بنشوف هلال واقفة وبتتنصت عليهم وبتعرف الخطة اللي هيعملوها مع عمتها شيرين. أما ياامور فبتكون قاعدة مع إفجين ومسال وبتتصل بالمحامي سليم وبتطلب منه إنه يساعد شيرين في قضية الطلاق اللي هي رافعاها ضد فؤاد جوزها، بس بيفاجئها بخبر ما كانش على بالها خالص وبيقول لها إن أمها وقفت كل بطاقتها البنكية وده معناه إنها مش هتقدر تدفع أتعاب لأي محامي. فبيواسيها إفجين وبيقول لها إن هما طالما مع بعض هيقدروا يواجهوا أي مشكلة ويحلوها، وبيقول لها إنه له صديقة بتشتغل محامية وعلى طول بيتصل بيها وبيروح لها كلهم مع بعض وبتكون معاهم شيرين طبعا، واللي بتسألها المحامية عن وضعها الحالي فبتقول لها شيرين إن وضعها تحت الصفر لأنها من غير سكن ومن غير شغل ومن غير فلوس كمان، وبتقول لها إنها خايفة إن الطلاق لو حصل فؤاد ياخد حضانة مسال. لكن المحامية بتطمنها وبتقول لها ده مستحيل لأنه مدمن مخدرات، ده غير إن في فيديوهات متسجلة ليه وهو بيلعب قمار، وكمان هو مش أبوها البيولوجي وده هيخلي القاضي يحكم لها هي بحضانة مسال. وبسبب كلام المحامية بتروح شيرين تحس بإن روحها المعنوية مرتفعة وبتعزم ياامور وإفجين على عشاء، وبعدها بتروح هلال تقعد في أوضة أخوها جنيد لحد ما بيجي لها وبيرحب بيها وبيقول لها إن الأوضة بتاعتها مش عاجباه وبيقول لها كمان إنها كئيبة وعشان كده هو عايزها ترجع تقعد فيها تاني، وده طبعا بيخلي مسال راضية ومبسوطة لأنها كانت زعلانة إنها سابت أوضتها. وفي نفس الوقت ده بتكون ياامور عند صاحبتها نيشا عشان تقول لها إنها اعترفت لإفجين بحبها وبتقول لها إن هما بقوا دلوقتي مرتبطين خلاص، وبتقول لها كمان إنها طايرة من الفرحة على الرغم من إن أمها وقفت لها كل البطاقات البنكية بتاعتها وطردتها من البيت وأخدت منها العربية، وفي الآخر بتطلب منها إنها تقعد معاها في بيتها لحد ما تقدر تلاقي مكان تسكن فيه، وبتعرفها إن شيرين وأم مسال عزمتهم على عشاء عندها وإنها واحدة من المدعوين، فبتوافق نيشا على طول وبتروح للمدير بتاعها وبتقول إنها عايزة تقدم استقالتها وتسيب الشغل. أما زهراء فبتكون في الوقت ده بدأت خطتها هي وفؤاد، وعشان كده بنشوفها بتضيف المخدرات للشاي بتاع شيرين، وبتكون هلال واقفة ومراقباها ومبتقدرش تكتم السر أكتر من كده وبتقرر إنها تروح تحكي المسال، وبتقول لها إن فؤاد إدى لأمها زهراء مخدرات عشان تحطها لأمها شيرين في الأكل والشرب وده علشان تطلعها مدمنة مخدرات قدام الشرطة. وعلى طول بتجري مسال عشان تلحق مامتها وبتتعمد توقع كوباية الشاي اللي قدامها وهي بتحضنها، فبتتجنن زهراء وبتزعق لها وبتلومها على إنها وقعت الشاي على السجادة ووسختها، وقبل ما بترجع زهراء للمطبخ بتاعها بنتها هلال بتنادي عليها وبتشغلها معاها، وبتكون متفقة مع مسال إنها تدخل المطبخ وتفتشه بنفسها، وفعلا بتتسحب مسال للمطبخ وبتلاقي هناك المخدرات وبتبدلها بشوية فيتامينات. ولما بترجع زهراء للمطبخ بتعمل لشيرين كوباية شاي تانية وبتحط لها فيتامينات في الشاي على إنها مخدرات من اللي مديها لها فؤاد، وبالليل بتروح مسال لباباها وبتوقعه في الكلام عن الحاجات اللي بيعملها معاها هي ومامتها شيرين، وبتحط له المخدرات في المشروب بتاعه من وراه وبتديه له، بعد ما بيشربه كله بتقوله إنها حطت له المخدرات اللي كان عايز يديها لأمها في مشروبه، فبيتفاجئ فؤاد وبيجري على الحمام عشان
يرجع كل اللي هو شربوه في الحوض. ولما بيرجع فؤاد من الحمام بيلاقي إيفجين في انتظاره وبيقوله إن كل كلامه مع مسألة اتسجل خلاص، وبيفهم فؤاد إنه واقع في شر أعماله وبيسيب إيفجين وبيقوم يمشي. وقبل عزومة العشاء بيلاحظ شاهين إن فؤاد جاي البيت بدون دعوة، فبيمسك عصاية وبيضربه وبيخليه يجري بعيد ويهرب. أما جوه البيت فالعزومة بتجمع كل حبايب شيرين وبيكون فيها انسجام وفرحة واضحة على الكل. وبعد العزومة بتاخد شيرين الأستاذ إيفجين على انفراد وبتقوله إنها كانت متجوزة فؤاد زمان واتطلقت منه واتجوزت واحد تاني، بس كانت حامل في مسال من فؤاد ورغم كده اتجوزت وهي حامل ونسبت مسال لجوزها التاني، بس بعد فتره اتطلقت منه ورجعت لفؤاد وكانت مقرره انها تكشف له الحقيقه، وتراجعت لما شافته بيشرب مخدرات وبيلعب قمار. وعشان كده فؤاد معتقد ان ابو مسال بالتربيه بس مش ابوها البيولوجي كمان. فبيطمنها إيفجين وبيقول لها انها لو خايفه ان فؤاد ياخد حضانه مسال فده مش هيحصل لانه هيفضل جنبها وهيساعدها دايما. وفي نفس الوقت ده بيكون فؤاد مع إليفو وبيبقوا قاعدين يتفقوا على تدبير مكيده جديده للاستاذ إيفجين. وبيقول فؤاد لإليف انه مستعد يعمل اي حاجه عشان ينتقم من إيفجين، فبترد على إليف وبتقول له ان هم هيحطوه في ورطه مش هيقدر يطلع منها ابدا. وبعد اسبوعين تقريبا بتكون قربنا جدا من جلسه الحكم في قضيه الطلاق، بس فؤاد بيبقى لسه مهتم انه يدمر إيفجين اكتر من اهتمامه بطلاقه من شيرين. وبتقول له إليف انها بعد ما فكرت في الموضوع لقيت ان هم لازم يورطوا إيفجين في جريمه قتل، لكن إيفجين شخص بيقدر يتحكم في اعصابه ومش هيقدروا يخلوه يقتل حد بنفسه. وبتكمل إليف كلامها وبتقول لفؤاد ان هو اللي هيرتكب جريمه القتل بنفسه وبعدها هيلفقوها لإيفجين. وطبعا الكلام ده بيقلق فؤاد، فبيقول لها انه حاسس كده انها بتضحي بيها عشان تنفذ خطه مجنونه، بس بتطمنه وبتقول له يمشي وراها وهي هتطلعه من اي مشكله زي الشعره من العجين. بعدها بيروح فؤاد لإيفجين وبيعمل انه بيتكلم في التليفون مع شخص تاني، وبيتكلم بصوت عالي وبيقول للشخص الوهمي انه هيبقى في المكان والوقت المحددين عشان يخلصوا من الزبون اللي تعبهم، وبيقول فؤاد العنوان بالتفصيل وبصوت عالي. وطبعا بيكون غرضه انه يحرك ضمير إيفجين علشان يروح في المكان والميعاد اللي قال لهم قدامه ويمنع جريمه القتل. وبالليل بيكون فؤاد في المكان اللي حدده منتظر وصول إيفجين، لكن إيفجين بيطلع اذكى منه وبيبلغ الشرطه بكل اللي سمعه وبيروح على المكان يستنى وصول الشرطه، لكن لسوء حظه بيخبط نيشا بالعربيه بدون قصد وبدون ما يعرف هي مين، وبينزل من العربيه عشان يطمن عليه، بس فؤاد بيغفله وبيضربه على دماغه علشان يفقد وعيه ويقع هو كمان جنب نيشا، وبيكمل خطته زي ما رسمها مع إليف. وبعدها بياخده في عربيه لمكان بعيد وبيخيره ما بين انه يسلمه للشرطه اللي هتقبض عليه بتهمه قتل نيشا وما بين انه يشهد لصالحه في المحكمه. لما بتوصل الشرطه بتلاقي نيشا فقد الوعي وبتنقلها للمستشفى. وتاني يوم الصبح بياخد شاهين مراته زهراء واخته شيرين ومسل للمحكمه، لكن زهراء بتبقى متفقه مع فؤاد هي كمان على خطه وبتنفذها، وبتطلب من مسل انها ترجع تجيب حاجه نسيتها من البيت وبتنزل وراها، وقبل ما تنزل بتطلب من شاهين انه يمشي وهي هتحصله مع مسل بالتاكسي وهتقابلهم في المحكمه. بس اول ما بتدخل البيت بتقفل على مسل الاوضه بالمفتاح، وفي المحكمه بتقابل يامور إيفجين وبتلاحظ انه تعبان ومرهق، وبتقول ان نيشا مختفيه من امبارح مش بترد عليها. في اللحظه دي بتتصل إليف بيامور وبتقول لها ان نيشا صاحبتها خبطتها عربيه امبارح قدام مخزن في المدينه. لما بتبلغ يامور إيفجين بالخبر بيفهم من اللي خبطتها بعربيته كانت نيشا. وفي قاعه المحكمه بيقعد إيفجين وهو لسه متوتر وبيشوف إليف داخل القاعه، وبتقف قدام القاضي كشاهده في القضيه وبتعرف نفسها على انها إشتار مش إليف. وقتها بس بيفهم إيفجين انها ام يامور وكانت طول الوقت بتحاول توقعه وتخطفه من بنتها. في نفس الوقت ده بتكون مسال لسه محبوسه في الاوضه، بس بتقرر تنط من الشباك وتهرب، وفعلا بتشجع نفسها وبتنط من الشباك وبتاخد الكلبه كفته وبتطلع جري على المحكمه. لما بنرجع للمحكمه بنشوف إشتار وهي واقفه قدام القاضي وبتشهد لصالح فؤاد، وبتقول للقاضي انه شغال عندها سائق خاص، وبتقول له كمان انه شخص نبيل وطيب وطول الوقت بيساعدها وبيساعد كل اللي حواليه وعمره ما بيأذي حد. لما بيتكلم عن شيرين بقى بتقول للقاضي انها ست مريبه ومش كويسه لدرجه انها بتعلم بنتها مسال السرقه، وبتقول له كمان ان البنت سرقت من دولابها عقد بس قدرت تكشفها قبل ما تخرج من البيت واستردت العقد بتاعها. وطبعا الكلام ده بيعصب شيرين جدا وبتقوم من مكانها وبتزعق لإشتار وبتقول لها بعلو صوتها انها كدابه. في اللحظه دي بيطلب القاضي انه يشوف مسال، بس مش بتبقى موجوده في قاعه المحكمه ومحدش من الموجودين بيبقى عارف انها كانت محبوسه وهربت وبتجري على الطريق عشان توصل للمحكمه. لما بيجي دور شاهين في الشهاده بيقول للقاضي ان فؤاد مدمن مخدرات ده غير انه حرامي ونصاب، لكن محامي فؤاد بيتدخل وبيقول للقاضي ان فؤاد اتمسك من فتره قريبه في قضيه حيازه سلاح بدون ترخيص وتجاره في مواد غير مشروعه، وبيضطر شاهين انه يسكت عشان ما يروحش في الرجلين. ولما بيجي دور الاستاذ إيفجين بتشجع وبيشهد شهاده الحق رغم تهديد فؤاد ليه، وبيقول للقاضي انه شاف بعينه ابتزاز فؤاد لبنته الصغيره مسال ده غير اللي كان بيعمله مع شيرين مراته واللي كان بياخد فلوس علاجها وبيصرفها على المخدرات. وبيطلع القاضي بالتسجيل اللي كان بيتكلم فيه فؤاد عن اتفاقه مع زهراء مرات شاهين اللي كان بيوعدها فيه بفلوس علاج ابنها
جنيد في مقابل انها تحط مخدرات لشيرين في الاكل والشرب، وده عشان تبان شيرين مدمنه قدام المحكمه. وعلى طول بيعترض محامي فؤاد على التسجيل وبيقول للمحكمه التسجيل ده غير شرعي لانه اتسجل بدون اذن من المحكمه، وفعلا القاضي بيقبل الاعتراض وبيعتبر التسجيل ده كانه مش موجود. في اللحظه دي بيتخانق شاهين مع زهراء وبيسالها ازاي تعمل كده، لكن القاضي بيقاطعهم وبيقول للكل ان الحكم في القضيه هيتاجل، وده بسبب غياب مسال عن جلسه المحاكمه اللي تعتبر اهم شاهده في القضيه. وبعد المحكمه بيروح ايفجين لاشتار وبيقول لها انها غشاشه وكذابه، وبيفكرها انها قالت له قبل كده انها ما تعرفش يامور، وده على الرغم من ان هي نفسها ام يامور. وبيكمل كلامه وبيفهمها انها مريضه نفسيا، وده لانها قبلت على نفسها شهاده الزور ضد شيرين، وبكده تكون ساهمت في تدمير اسره مسال عشان خاطر راجل مدمن ونصاب زي فؤاد. وفي اللحظه دي بتغضب اشتار وبتكشر على انيابها وبتحذره من الكلام معاها بطريقه وحشه، وبتهدده انه لو قرب من بنتها يامور تاني هتمنعه بطرق مش هيحبها، وبتقول له انه مش مناسب لبنتها لانه فقير ووضعه الاجتماعي مش حلو، وبترجع تهدده تاني بانه لو حاول يقرب من يامور هتبلغ الشرطه عنه وهتعرفه ان هو اللي خبط نيشه بعربيته. وفي نفس الوقت ده بيتكلم فؤاد مع شيرين وبيقول لها انها لو كملت في القضيه هيعرف ياخد مسال منها بطريقته الخاصه. ولما بيرجع لإفجين بنلاقيه واقف بيتفرج على يامور وهي بتتخانق مع واحد من الضباط وبتساله ازاي ما قدروش يقبضوا على الشخص اللي خبط نيشه، واول ما بتشوفه يامور بتجري عليه وبتحضنه وبتقول ان المجرم اللي خبط نيشه بعربيته اللي لازم يتقبض عليه ويتسجن لانه رفض ينقذها وسابها لوحدها لحد ما ماتت في الشارع. وطبعا خبر موت ليشا بيأثر على إفجين فورا وبيسيب يامور وبيجري على الحمام، هناك بيحاول يهدي نفسه بس جسمه بيخونه وايده بتفضل ترتعش. وفي البيت بيكمل شاهين خناقته مع مراته زهراء وبتقول ان عملت اللي عملته عشان تلاقي فلوس كفايه لعمليه ابنها جنيد، وبتقول له كمان ان فؤاد اتفق معاها انه هيديها فلوس كتير تكفي عمليه زرع النخاع وده بس لو تعاونت معاه وسمعت كلامه. طبعا جنيد لما بيسمع كلام مامته زهراء بيزعل وبيحس انه سبب ازمه كبيره، اما هلال فبتتخانق مع مسال وبتقول لها ان هي السبب في كل اللي بيحصل لهم، وبتقول لعمتها شيرين انها بقتش عايزاها تعيش معاهم في البيت وده لان وجودها عامل مشاكل كتير بين ابوها وبين امها. لما بنرجع لإيفجين بنلاقيه لسه في المستشفى وبنشوف جثه داخله المشرحه قدامه وبيفتكرها جثه نيشه وبيحس بالذنب اكتر، وبيرجع بذكرياته للحظه اللي قتل فيها باباه المدير بتاعه، وبيشوف نفسه ما يعرفش كتير عن باباه لان هما الاثنين اتورطوا في جرائم قتل. وعلى طول بيقرر انه يروح لفؤاد واول ما بيشوفه بيضربه وبيقول له انه فهم القضيه والالاعيب بتاعته هو واشتار كويس واكيد هما اللي دبروا له الفخ ده عشان يورطوه في قتل نيشه. وبعدها بيروح فؤاد المستشفى وبتفاجئه يامور ان نيشه صاحبتها لسه عايشه وما ماتتش، وبيحمد ربنا لانه كان خايف الموضوع يتكشف ويدخل السجن. وبيتكلم يامور مع إفجين في التليفون وبتقول له ان نيشه لسه عايشه وما ماتتش، وبيفرح جدا وبيحمد ربنا هو كمان لانه كده ما بقاش قاتل. اما بقى اشترفة بتكون لسه مصممه تكمل خطتها وبتقول لفؤاد انها شهدت لصالحه في المحكمه مقابل انه يسمع كلامها بس وينفذ الخطه اللي اتفقوا عليها، وبما ان الاتفاق اللي ما بينهم خلص فهي مش عايزه تشوف وشه تاني. لكن فؤاد ما بيطلعش سهل وبيقول لها ان مفيش حاجه خلصت، وبتحس اشتار انها دخلت نفسها في متاهه هي مش قدها. بعدها بتروح اشتار ليامور وبتعتذر لها على تعاملها السيء معها الفتره اللي فاتت، وبتقول لها كمان انها هتحاول تكون ام كويسه وتعملها حلو، وبتفاجئها لما بتعرفها انها هتجيب مسال وامها عشان يعيشوا معاهم في القصر، وبتفهمها ان فؤاد خدعها وخلاها تشهد لصالحه، بس يامور ما بتكونش مصدقه ان في حد يقدر يخدع امها وبتكون شاكه ان كل اللي حصل كان من تخطيطها. في نفس الوقت ده بتقول مسال لخالها شاهين ان زهراء حبستها في الاوضه عشان ما تروحش المحكمه، وبتضطر زهراء انها تدافع عن نفسها وبتكون نفس الحجه وبيقول لشاهين انها عملت كل اللي عملته ده عشان خاطر ابنهم جنيد. وتاني يوم بياخد الاستاذ إفجين مساله بيروحوا المستشفى علشان يزوروا نيشه وبيشوفوها وهي نايمه على سريرها وبيكون باين عليها الحزن، وبالليل بيروح إفجين للقصر بتاع اشتار وهناك بتعتذر له عن الاسلوب الجاف اللي كلمته بيه في المحكمه وبتحاول تقرب منه وتلمس رقبته، لكن بيوقفها عند حدها وبيمنعها وبتطلب منه انه يقول لبنتها يامور انه بيحبها هي ومش هيرتبط بحد غيرها، فبيقول لها ان شخصيه حقيره قوي وده لانها طول الوقت بتحاول تخطف الراجل اللي بنتها بتحبه منها، وبيسيبها وبيمشي. بعدها بيقعد مع يامور في المستشفى وبيحاول انه يواسيها وبيقول لها ان نيشه اكيد هتتحسن وترجع احسن من الاول. باللحظه دي بتظهر اشتار وبتتفاجئ ان إفجين بيعرض على يامور الجواز وبتتصدم. وفي نفس الوقت ده بنشوف مسال قدرت تستغل غياب اشتار وبتتسلل للمكتب بتاعها وبتفتش في الادراج وبتاخد منهم بعض الاوراق والصور وبتهرب بعدها، لكن الخدم اللي شغالين في القصر بيشوفوها وهي بتهرب وبيحاولوا ان هم يلحقوها ويمسكوها بس ما بتقدرش. ولما بنرجع ليامور بنلاقيها قبل ما بتنطق يامور كلمه واحده بتتفاجئ بممرضه من الممرضات جايه تبلغها ان نيشه صاحبتها فائت، وبتتلخبط يامور وبتكونش عارفه تعمل ايه، فبتتدخل مامتها اشتار وبتقول لها انها لازم تروح تطمن على صاحبتها نيشه قبل كل حاجه. وفي اللحظه دي بيقوم إفجين يقف وبيقول لها انها لازم تروح تطمن على نيشه فعلا، بس بتمشي خطوتين وبتتلفت لإفجين وبتطلب منه انه يستناها، فبيطمنها وبيقول لها انه هيستناها العمر كله. وبعد ما بتختفي يامور بيبص إفجين لاشتار بغضب وتحدي، اما يامور فبتكون سعيده لانها شايفه نيشه فايقه وواعيه باللي بيحصل حواليها، وبتقول لها انها تفضل تدور على المجرم اللي خبط
خبطها بعربيته وسابها وهرب، ولازم تدخله السجن علشان ياخد جزائه. ووقتها بتحاول نيشا تفتكر وش الشخص اللي كان سايق العربية، وبتفتكر وش إفجين، بس بتقدرش تجزم إن كان هو اللي خبطها بالعربية ولا لا. ولما بتشوف يامور إن حالتها ابتدت تسوق بتلتفت علشان تنادي على أي دكتور أو ممرضة يطمنوها عليها، بس بتلتفت وبتتفاجئ إن نيشا بتمسك إيدها وبتقول لها إنها عايزة تعرفها سر خطير. وفي نفس الوقت ده بيكون إفجين لسه واقف مع إشتار اللي بتحاول تحبطه وتقوله إن عمرها ما هتسمح له يتجوز بنتها يامور أبدا. فبيرد عليها إفجين بتحدي وبيقول لها إن مفيش حاجة هتقدر تفرق بينه وبين يامور، وده لأنه بيحبها وبينصحها ما تغيرش من بنتها لأن الحب ده شيء مش بإيده، بس بتتهمه إنه زي الذئاب بالظبط. بيدخل يخطف الفريسة من وسط العيلة بتاعتها، وهنا بيضطر إفجين إنه يجرب أسلوب التهديد معاها وبيقول لها إنه ممكن يقول ليامور على كل اللي هي بتعمله عشان تبعده عنها. فبتسخر منه وبتقوله إنه مش هيقدر يعمل كده، وده لأنها ماسكة من إيده اللي بتوجعه، وتقدر تقول لنيشا في أي وقت إن هو اللي خبط نيشا بالعربية وسابها فقد الوعي وهرب. لكن التهديد ده مش بيأثر في إفجين، وبنشوفه وهو بيسيب إشتار وبيمشي، وبتتعصب وبتتصل بالمساعدة بتاعتها وبتطلب منها إنها تجيب لها كل تسجيلات الكاميرات بتاعت المراقبة حوالين المستودع لحادثة نيشا، وبتطلب منها تركز على التسجيلات اللي ظهر فيها إفجين بالأخص. ولما بنرجع لمسال بنلاقيها رجعت لممارسة هوايتها القديمة، وبتستخدم الكلبة كفتة في إنها تخوف راجل معدي قدامها في الشارع، وبتستغل توتره وبتمد إيدها في جيبه وبتسرق منه التليفون، وبتتصل بإفجين وبتقوله إنها نفذت المهمة اللي هو كلفها بيها ونجحت. فبيطلب منها إفجين إنها تروح للمستشفى فورا. وفي نفس الوقت ده بتكون نيشا استردت كامل وعيها وافتكرت إن إفجين هو اللي خبطها بالعربية بتاعته، بس قبل ما تقول لها المعلومة دي بتسبقها يامور وبتقول لها إن إفجين عرض عليها الجواز، فبتتصدم وبتكونش عارفة تقول لها سر إفجين ولا تخبيه عنها عشان ما تفسدش عليها فرحتها. وفي اللحظة دي بيدخل إفجين أوضة نيشا، ولما بتسألها يامور مرة تانية إن كانت قدرت تفتكر مين هو الشخص اللي خبطها بالعربية، بتقول لها نيشا إنها مش فاكراه، وبتفضل تبص لإفجين وهي على وشك إنها تعيط. ولما بيبص إفجين من شباك الأوضة بيشوف مسال وهي داخلة المستشفى جري مع الكلبة بتاعتها، فبيستأذن من يامور عشان يمشي وبيقول لها إنه عنده مشوار مهم لازم يخرج يعمله ويرجع. وأول ما بيوصل إفجين لمسال بتطلع له الأوراق اللي سرقتها من مكتب إشتار وبتديها له، وبيقول لمسال إنه بكده هيقدر يقف في وش إشتار، وده لأنه معاه أدلة تدينها. أما إشتار فأول ما بترجع بيتها بيكون الخادمين خايفين يقولوا لها اللي حصل، فبتدخل مكتبها بنفسها ومش بتلاحظ أي حاجة غريبة، بس لما بتفتح الخزنة بتلاقي جواها جواب من إفجين بيقول لها فيه إنها مستحيل تكون بتحب بنتها يامور أبدا، وبيحذرها من إنها لو استمرت تتعامل مع الناس بأسلوبها ده هتموت وحيدة، وده لأنها طول الوقت خايفة من اللي حواليها يقربوا منها ويأذوها. وبتتأثر إشتار بعد ما بتخلص الجواب وبيكون واضح إن كلام إفجين جه على الجرح فعلا، فبتقول لنفسها إنها لازم تنتقم منه وبتفضل تكسر في محتويات الأوضة. وبعدها بتطرد الخادمين، وفي اللحظة دي بيكون فؤاد وشيرين داخلين القصر مع بعض، وبيكون واضح عليهم إن هم اتصالحوا. لكن إشتار أول ما بتشوفهم بتطردهم بره القصر وبتقول لهم إنها مش عايزة تشوف وشهم، فبيقول لها فؤاد إن في ما بينهم اتفاق وإنها لازم توفر له شغلانة محترمة معاها. لكن إشتار بتقوله إنها مش ملزمة ناحيته بأي حاجة، وبتقوله إنه آخره يشتغل عندها من الخدم، وبتتعمد إنها تقلل منه وتهينه قدام شيرين اللي بتقدر إنها تحتوي الموقف، وبتطلب منه إن هم يمشوا بكرامتهم أحسن. وبره القصر بتقوله شيرين إنها هتعمل المستحيل علشان يقدروا يلاقوا بيت يجمع شمل الأسرة من تاني، وبتصرحه بالسر اللي اضطرت تخبيه عنه طول السنين اللي فاتت، وبتقوله إنه أبو مسال البيولوجي، وبتعرفه إنها لما اتطلقت منه كانت حامل فيها، بس خافت تقوله وقتها لأنه كان مدمن مخدرات. وبيفتكر فؤاد معاملته الوحشة لمسال، وبيفتكر كمان كم مرة استغلها وأخد منها فلوسها ومرضيش يصرف عليها، وبيفضل يعيط. وفي اللحظة دي بيقرر إنه خلاص مش هيشرب المشروبات الروحية مرة تانية، وبيرمي آخر إزازة معاه على الأرض. وفي الوقت ده بتكون زهراء لسه بتتخانق مع شاهين جوزها، وبتقوله إنها لازم تعمل عملية زرع نخاع لابنهم جنيد، وبتطلب منه إنه يتصرف الفلوس بأي طريقة، وبتعايره إن هو معيشهم في فقر وحاجة طول عمرهم، وبيكون صوتهم هما الاتنين عالي قصاد بعض لدرجة إن هلال وجنيد بيسمعوا كل اللي اتقال في الخناقة بالحرف الواحد. وعشان كده بتقرر هلال إنها تاخد هدومها وتهرب من البيت، وبتقول لجنيد إنها ما بقتش قادرة تعيش معاهم وتسمع الكلام اللي بتسمعه ده كل يوم. فبيحاول جنيد إنه يقنعها ما تهربش، وبيقول لها إنه بيحبها وإن باباها ومامتها بيحبوها هما كمان، بس بترد عليه بحزن وبتقوله إن كلامه مش حقيقي، وبتقوله كمان إن البيت ده مفهوش حد بيحبها ولا بيجيب سيرتها أصلا، وده في الوقت اللي باباهم ومامتهم طول الوقت بيتكلموا عنه وعن العملية بتاعته. وقبل ما تخرج من الأوضة بتحذره من إنه يقول لحد إنها هربت من البيت. بعدها بثواني بتدخل مسال أوضة جنيد وبيطلب منها إنها تجري ورا هلال، وبيقول لها إن ممكن تحصلها في الجنينة قبل ما تهرب وما يقدروش إن هم يشوفوها تاني. وعلى طول بتاخد مسال كلبتها كفتة وبتلحق هلال اللي أول ما بتشوفها بتطلب منها تعلمها إزاي تسرق عشان تقدر تصرف على نفسها، وبتقول لها إن باباها شاهين بيكرهها وبيحب جنيد أكتر منها، مع إنه ابن زهراء من جوزها اللي كانت متجوزاه قبله ومش من صلبه زيها. فبتحاول مسال إنها توسيها وبتأكد لها إن باباها ومامتها
عيلتها بيحبوها، لكن بحكم ان جنيد مريض فلازم يهتموا بيه اكتر، وده لحد ما يعمل العمليه ويخف، بس بعدها يرجعوا يهتموا بيها اكتر من الاول. وبتقترح عليها مسال خطه هتعرفها ان كانوا بيحبوها ولا لا، وبتقول لها تنسى موضوع الهروب ده خالص وترجع تقعد في اوضتها من غير ما تعرف حد عشان يفتكروا انها هربت، ووقتها هتشوف باباها ومامتها هيتصرفوا ازاي. وبيبتدوا ينفذوا الخطه بتاعتهم مع بعض، وبتتسحب هلال للاوضه بتاعتها من غير ما حد يشوفها، وبتجري مسال على خالها شاهين وبتقول له ان هلال هربت وسابت لهم جواب. وبيجري شاهين على البيت بسرعه عشان يشوف ايه الحكايه، وبيقعد مع زهراء مراته وبيقرروا مع بعض ان هم يقروا الجواب اللي بتكون هلال كاتبه لهم فيه ان هم مبقوش يهتموا بيها ولا بيحبوها زي الاول، على عكس جنيد اللي هم بياخدوا بالهم منه طول الوقت وشاغل بالهم وتفكيرهم وكانه هو ابنهم الوحيد. فبيقولوا المسال وهم متاثرين ان هلال فهم غلط، وبيحلفوا ان هم بيحبوا هلال زيها زي جنيد، وبيقولوا لها ان هم ندمانين لان هم ما حاولوش يحسسوها بالحب والاهتمام اللي كان ناقصها، وبيقولوا انها لو رجعت لهم هيحسسوها قد ايه هم بيحبوها. ولا بتشك زهراء ان مسال عارفه مكان بنتها هلال، بتهددها بالضرب عشان تقول لهم على مكانها، لكن شاهين بيمنعها وبيرجع من تاني ياكد لمسال ان هم بيحبوا هلال ومستحيل يتخلوا عنها او يعملوها وحش بعد كده. واخيرا بتعترف لهم مسال ان هلال موجوده في الاوضه بتاعتها، وبيجروا عليها وبيحضنوها، وبتطلب منها زهراء تسامحهم على اهمالهم ليها، وبتطلب كمان من شاهين يسامحها على اخطائها في الماضي، وبتوعده انها تتغير مش تعمل حاجه تزعله مره تانية. وبيرجع الود بينهم كلهم، وده بعد ما نفذت هلال خطه مسال الذكيه. وفي المستشفى بتطلب نيشا من يامور تجيب لها حاجه تشربها، واول ما بتخرج يامور بتتصل نيشا باشتار وتقول لها انها اكيد متفقه مع ايفجين عشان يخبطها بالعربيه، لكن اشتار ما بتردش ليها ومتفهمهاش ان ايفجين خبطها بالعربيه بتاعته عن طريق الغلط. وفي اللحظه دي بيوصل ايفجين المستشفى وبيفاجئ يامور بسر ما كانش في الحسبان، وبيديها مستند بيقول ان امها اشتار اجبرت ابوها قبل ما يموت انه يكتب لها كل ثروته باسمه، وبكده بتكون قدرت انها تحرمها من اي حق في ثروه ابوها عشان تقدر تتحكم فيها طول ما هي عايشه. وبيقول لها ان ده معناه ان كل املاك امها اشتار هي في الاصل من حقها، وبيصدمها بالسر اللي لسه ما حدش قال لها عليه لغايه دلوقتي، وبيقول لها ان هو نفس الشخص اللي خبط نشا بعربيته، بس بياكد لها ان ده حصل بالغلط، وبيقول لها ان كمان ما سابهاش وهرب بمزاجه. لكن يامور بتفضل تتخانق معاه وبتقول له انه ما يستاهلش لا الثقه ولا الحب اللي هي اديتهم له، لانه في الاخر خبط لها صاحبتها بالعربيه وهرب. وبيترجاها ايفجين عشان تسامحه، وبيطلب منها تهدى عشان يحكي لها كل حاجه حصلت ليله الحادثه، بس بترفض تسمع له وبتقول له ان هما مش هيكملوا مع بعض خلاص. وفجاه بتظهر نيشا وهي شايله المحاليل بتاعتها، وبتقول ليامور ان ايفجين بريء وان امها اشتار هي المسؤوله عن كل اللي حصل، وبتوضح لها انها اتفقت مع فؤاد علشان يلفقوا لايفجين جريمه قتل ويتخلصوا منها. وبتحاول يامور انها تفهم اكتر، تسأل نيشا عن السبب اللي خلاها تروح المستودع ليلة الحادثة، فبتقول لها ان امها اشتار كانت بتخطط للانتقام من ايفجين، وبتفقد الوعي وبتقع على الارض قبل ما تكمل كلامها. وبياخدوها ويرجعوها لاوضتها في المستشفى، ولما بيقعدوا مع بعض بتقول يامور لايفجين انها بقتش عارفة تصدق مين وان الاكاذيب كترت حواليها، وبتسيبه وبتروح البيت. واول ما بتدخل البيت بتلاقي مامتها اشتار مشغلة فيديو من كاميرات المراقبة، وبتشوف ايفجين وهو بيخبط نيشا بعربيته، وبتقول لها اشتار انها مسكينه لان حبيبها حاول يقتل صاحبتها. لكن يامور بتقول لها ان ايفجين حكى لها على كل حاجه، وبتفاجئها بالوثيقه اللي تثبت ملكيتها لكل ثروه ابوها، وبتطلب منها تسلمها كل حاجه خلال اسبوع. وبعدها بتفضل تعيط وبتتصل بايفجين وبتساله عن مكانه عشان تروح له، ولما بتوصل للمكان بتتفاجئ ان ايفجين بيقدم لها عرض الجواز لتاني مره وبتوافق على طول. وتاني يوم بتروح يامور مع شيرين ومسال للمستشفى، وبيقابلوا الدكتور اللي هيعمل لشيرين العمليه، واللي بيفرحهم وبيقول لهم ان نسبه نجاح العمليه كبيره، فبتعيط شيرين من الفرحه. وبعدها بتقرر شيرين تصارح مسال بان فؤاد يبقى ابوها الحقيقي مش ابوها اللي ربها وبس، وبتتصدم مسال وما بتعرفش تتكلم. وفي نفس الوقت ده بتقرر اشتار انها تنتقم من جين، وبنشوفها داخله قسم الشرطه ومعاها الفلاشه اللي عليها تسجيل لحادثه نيشا. وبينتهي الجزء الثاني من المسلسل، استنونا في الجزء اللي جاي علشان تعرفوا مصير ايفجين وباقي الاحداث. الفيديو ده كتبه محمد التميمي، سجلته امل عقيل، ومنتجه كريم طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا ملخصات الافلام الدراميه بصوت محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني. وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه. وفولو لصفحه هكونا مطاطه عشان تتابعوا ملخصات الكرتون والانمي. سلام.